صباح الخير يا استاذ هاني. صباح الفل. ازاي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ اهلا وسهلا يا حاجه. حاجه معلش يا ماما، انا اسفه يا طنط. مش طنط لما اتنططت انت تعرفيني؟ هي دي اللي هتعلمني القياده؟ ايوه ماما. اتفضلي يا فندم، العربيه جاهزه. لا انا هتمرن على عربيه ابو هاني الله يرحمه، اصل احنا دفناه فيها. دفنتوا فيها ازاي؟ ايوه يعني نقلناه فيها باين معرفش. يلا انت واقفه عندك بتعملي ايه؟ ثانيه بس يا فندم، يعني يفضل ان حضرتك اول حصه انت اللي تقعدي جنبي، علشان اول حصه دايما بتبقى نظري. نظري على اساس ايه؟ انا في ثالثه اعدادي. يلا اتفضلي اركبي. يلا. حاضر حاضر. طب حضرتك مش جاي معانا؟ لا انا لسه صغير والعمر قدامي طويل. حضرتك بتقول حاجه؟ انا عندي شغل والمشوار قدامي طويل، في امان الله. مالك مرعوبه كده ليه؟ لا سلام حضرتك، اتفضلي. معلش بس براحة شوية بس راجل. لعلمك بقى أنا بعرف كويس قوي، بس يعني هبحتاج منك شوية إرشادات. ما هو حضرتك أنا أهو بقول الإرشادات، من فضلك سوقي بالراحة شوية بس قدام. لا بقول لك إيه، سيبيني بقى أركز على هبص قدامي بس. هي دي اللي انت جايبها تعلمني القيادة؟ دي كانت هتموتني. فضلت تزن في دماغي لغاية ما دخلتني في الرصيف. انا كنت هموت يا هاني. عربية بابا باظت خالص، دي اتقلبت على جنبها. قالوا انت بتقول لك اتبع حاجة، انت اتكتب لك عمر جديد. يا طيب يا ابن الحلال. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي كلي. طيب ترديش عليا ليه؟ عارف انك زعلان عشان خدت شبكتك. انا بس كنت بفك بيها دقيقة ناس غلابة كده زينا، وبعدين كده الجوازة باظت اصلا، والشبكة دي حقك. انا عارفك لسعة، ممكن تاخديها اصلا ترجعيها لحماتك. انا دي اول مرة اشوف وشك فيها من يوم عملتك الصوت. انا مش زعلانة على الشبكة يا خالد، أنا زعلانة على خيبة أملي فيك. عشان يوم ما أبوك مات أنا وأمك كنا فاكرين إنك هتبقى ظهرنا وراجلنا وسندنا. عمري ما جه في دماغنا اللحظة إنك أنت اللي ممكن تمد إيدك على حاجة أختك. خسارة يا خالد، خسارة تربية أمك فيك. يعني أنت زعلانة عليا مش على الشبكة؟ خلاص أخلي الشبكة معايا أنا بقى. ها؟ رجلي فقفقت مش قادرة. ما عندكوش يا اختي عربية اوتوماتيكية من اللي بتطلعوا لحبايبكوا دي بدل الهارية والبارية اللي انا فيها؟ ما ينفعش تعلمي على اوتوماتيك يا نوجة، لازم تتعودي تسمعي صوت الموتور، واول ما تلاقي صوت الموتور عالي تروحي مدية الغيار على طول. اكيد انتي الصح، امال انا يا اختي جيت لكم ليه؟ وخلي بالك عشان انتي بتسقطي، ما تعمليش كده تاني. لو انتي عرفتي والله يا ابراهيم ده كنت في التاني. مش مهم تاني ولا تالت، عشان التسقيط ده اصلا غلط. عارفه انه غلط وحرام، بس انا يا اختي ما كنتش هعرف اوفر له الحياه الكريمه اللي المفروض اوفرها له. انت بتتكلمي على ايه؟ ايه ده؟ انا بتكلم على النقلات، الغيار بتاع الفتيس. بهزر معاكي يا حنوده يا جميله انت. طب يلا يا اختي عشان الاشاره فتحت. هند بنت اخت حماده. ايوه هند بنت اخت حماده، واهدى على نفسك بقى يا يوسف، ما تفرجش علينا الناس. خلاص يا جماعه حصل خير، انا برضو اللي وقفت فجاه. اخلص انت. بقول لك ايه، يا تدفع 500 جنيه يا نروح القسم. لا بقول لك ايه، كأن كده واهده بدل ما اخبطك انا في اكسدام وشك اخلي الدكتور يرش الجمجمتك دي دواخل. ماشي. ايه ده في ايه انت وهي معطلين الطريق ليه؟ الحقني يا باشا، شتموني وخبطوا العربيه. مش انت اللي كنت سايقه العربيه؟ لا باشا مش انا اللي كنت سايقه، صاحبتي نوجه هي ممكن محاميه. بقول لك ايه شويش، لا يا رب ربنا يسترها معاك. بص انا هديك 10 جنيه تمن كوبايه الشاي، بس انت بقى تتجدع معايا تديني تليفوني اعمل منه مكالمه لاخويا عشان يجي يلحق. شويش و10 جنيه؟ معلش اعتبرني زي بنتك. طب ماشي، خد يا بنتي بس بسرعه، انا مش عايز حد يتكلم معايا. حاضر. هو دلوقتي كان سلا اخوكي ناطح قوي كده؟ بالظبط كده. خد خلاص. اقول لك ثانيه واحده هعمل مكالمه كمان، بس ثانيه واحده يا بنتي. يلا خلاصي. حاضر. الو يعني مين؟ هند مين؟ افتكرت. قول لها لو عايزه تاجل حصه القياده بتاعت بكره مش هينفع. قول لها ثانيه واحده يا ماما، اسم ايه؟ هند. طب ماشي خلاص، يلا جايلك. سلام.
دي هند بقى مدربة القيادة ولا حد من الاديشك التافين اللي انت بتعرفهم؟ اه يا حبيبتي، راح اقابل واحدة تافهة في القسم. انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي، انا لولاك كنت هروح في داهية. لا طبعا ما تقوليش كده، تخيلي كانوا متلخبطين بينك وبين واحدة شمال قوي كده اسمها صباح، مع اني مش شايف يعني اي فرق خالص بينك وبينها يعني. نعم. ما فيش اي وجه شبه بينك وبينها. لا طبعا، لا في فرق واضح جدا يعني. اكيد اكيد يعني ما شاء الله يعني. طب اتفضلي اتفضلي، تعالي من هنا بقى. اه اوكي. انا اسفه جدا ان يعني تعبت حضرتك، خليتك تيجي في الوقت المتاخر ده. وانت كنت ممسوكه فين؟ ايه ممسوكه فين دي؟ ايوه يعني قصدي كنت في شقه ولا في عربيه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ قلت لك حضرتك انا على فكره ما عملتش حاجه، انا كل اللي انا عملته ان انا خبطت واحد بالعربيه. ايوه خبطت في واحد في عربيه، كلهم بيقولوا كده. هما مين اللي كلهم؟ ايه ده حضرتك، انا حضرتك بقول لك انا كان معايا عميله خبطت. هو انا بشرح ليه اصلا؟ انا ليه بشرح؟ هقابل حضرتك في حصه بكره ان شاء الله. مع السلامه. لا اذا كان في بكره. ليه يا ماما؟ هو ايه اللي ليه يا ماما؟ ليه يا ماما؟ ليه؟ مجنون الولد ده. ليه؟ يعني انت متاكد ان البنت دي مظلومه ومش هي صباح اياها دي اللي ماشيها كده؟ لا يا حبيبتي ما اعتقدش، لان صباح دي عندها بشله في وشها، لكن البنت ما شاء الله وشها زي القمر، ما فيهوش اي بشل ولا اي حاجه خالص. اعتقد ان هم اختلط عليهم القمر. ما تبطل شغل المحامين بتاعك ده، انا عارفه الاصناف دي كويس قوي، دي تلاقيها واخده الشغلانه دي ستار. بقول لك ايه، تعليم قياده مع البنت دي تاني؟ لا. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ حاضر يا ماما حاضر. يا اخي سيب الاتاري الزفت اللي في ايدك دي وقف كلمني، انت لازم تشوف لي واحده تانيه تعلمني القياده. انت فاكراها سهله؟ انا البنت دي دخت عشان اجيبها، كلهم رجاله اللي بيدربوا. رجاله وانا يهمني؟ انت عارفه كويس قوي ان مفيش راجل يقدر يستحمل عصبيتك. يعني انت هتفضل طول العمر تعيلي ان باباك مات مجلوط؟ مجلوط. مش هتقدر تغمض عينيك.